الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن أرحب بكم في هذا المقطع المتجدد من دروس الاهتزازات. لازلنا مع المحور الخامس المتعلق بزوسياسيون دي سيستم فورسي وفي الجزء المتعلق بزيكسيتاسيون دو تيب بالور. اليوم راح نشوفو دوز ابليكاسيون تاع لا ريبونس دو تاع ليكسيتاسيون دو تيب بالور اللي هما لي كابتور غلاتيف. اذا تخيلوا معايا عندي مثلا ارضيه، مثلا اون شومب محطوطه على ارض والارض هذه تهتز بسبب زلزال مثلا، دونك تفهموا واش معنى كابتور. أرض تهتز على أنها زلزال ومعلقين في سقف الغرفة هذه روسور أمورتيسور ماس. اهتزاز الأرض يسبب اهتزاز الكتلة وكاين علاقة بيناتهم، وحنا واش راح نشوفو؟ راح نشوفو كيفاش نقدرو نستعملو هذا النظام هذا في ليكابتور. إذا ces capteurs peuvent être schématiquement représentés par une masse M reliée à un boîtier par un matériau de faible masse relativement à M de leader K d'amortissement C. Le boîtier est posé sur la structure à étudier et on mesure le déplacement relatif Y de la masse par rapport au boîtier. Alors donc, X déplacement absolu de M. Voilà. Y déplacement absolu, déplacement relatif de 1. S déplacement imposé dû à la structure avec X est égal à Y plus S. Et donc, je vais vous faire mon image. On dit le boîtier. On met sur une structure. Je vais vous faire les étisages. Je vais vous faire un capteur. Il va vous faire les étisages de l'arbre. الأرض تهتز بأس، لاماس تهتز بإيكراك، وعندي هذا الإيكراك هذا متعلق على حساب الاهتزاز تاع لو بواتي، وعندي أن ديبلاسمون سموه ديبلاسمون أبسولو، الإنتقال المطلق، اللي راح يساوي شكون؟ هو الجمع بين إيكراك و إس، يعني هو في الحقيقة، الإيكراك هذا بارابور هو إيكراك هذا ديبلاسمون كوا؟ ديبلاسمون بارابور لهذا، شحال راه يبعد على هذا برك. بصح هذا في حد ذاته ايضا يهبط. اذا النزول لكل شحال؟ واش نزل الان بارابول السقف زائد واش نزل السقف؟ اذا الان تنزل والسقف ينزل، اذا النزول الكلي هو نزول الكتله بالنسبه للسقف زائد نزول السقف. اذا اكس ديبلاسمون ابسولو ديبلاسمون الحقيقي هو ايكراك بلس اس. علاش ايكراك ديبلاسمون غلاتيف؟ على جال ايكراك غلاتيف نسبي بالنسبه الى ماذا؟ بالنسبه الى السقف. بار كونتر اكس هو الانتقال الحقيقي اللي انتقلاته. بون هو ثاني في الحقيقه كنت فلسو هي هو ثالث سيت ديبلاسمون غلاتيف بصح ابسولي بارابور روبير كارتيزيان بارابور روبير الارضي. اذا ليكواسيون راح تكون ام اكس دو بوان بلس كاي غريك بلس سي اكس بوان تساوي صفر. من بعد نقدر نبلاسي x y plus s اكسيليراسيون نعوضها y دو بوان s دو بوان ك y plus x. من بعد اخواني نشوفوا باللي تخرج لي m y دو بوان m y دو بوان هذه تنحى نسيت ما نحيتهاش كيش نختزل ما اختزلتهاش دونك هذه ما كانش plus k y plus c y بوان اي تيغال موان m S2. شوفوا كيفاش كنا نشوفوه ليبر ولقيناه باللي كاينه اكسيتاسيون دو تيب ماس دونك تيب اكسيليراسيون سموه ايضا تيب بالور، وان كان تيب بالور في الحقيقه كبارتيكولي من تيب اكسيتاسيون ماس. المهم اخواني الكرام سي اس دو تي اي هارمونيك نقدروا نكتبوها دو لا فورم اس ام كوس اوميغا دو تي. حنا دائما نقعدوا في هارمونيك ما نشوفوش نو هارمونيك. دونك كيف هذه سيت ما فاسدهاش
S2 point, donc il y a la deuxième dérivée à S, le cas que nous avons vu. M, E, S, plus E, oméga au carré, sinus oméga 2. Donc, madame, nous avons la même solution, nous avons E, S, donc nous avons directement déterminé l'intérêt. وهنا اخواني الكرام شوفوا لو رابور هذا شحال رائع. لو رابور هذا اخواني واش يمثل؟ يمثل لامبليتود هذه لامبليتود دي زوسياسيون تاع هذه اون فونكسيون دو لامبليتود دي زوسياسيون هذه. اتخيلوا معايا العلاقه بين اهتزاز الارض واهتزاز الكتله اللي علاقتها في السقف. تخيلوا اخواني الكرام لو لو رابور هذا يساوي الواحد، واش معناه؟ معناه اهتزاز الكتلة هو نفسه اهتزاز الأرض. إذا لو كان نقيس اهتزاز الكتلة نقدر نقيس اهتزاز الأرض، هذا نسموه سيتان كابتور. تخيلوا معايا حاجة أكثر، تخيلوا معايا أنه كان اهتزاز الأرض ضعيف جدا ولو رابور كان يساوي الواحد، إذا ما نقدرش نشوف اهتزاز الكتلة لأنه أيضا اهتزاز الكتلة راح يكون ضعيف جدا. إذا واش ماذا بيا؟ ماذا بيا لو رابور هذا يكون أكبر من الواحد، بحيث انه اهتزاز كتله صغيره، اهتزاز صغير تاع الارض يعطيني اهتزاز كبير تاع الكتله اللي معلقه في السقف. وبالتالي واش نقدر ندير؟ نقدر نومبليفي نضخم هذيك الاهتزاز تاع الارض ونقدر نقيسها ونقدر نشوفها بالعين المجرد. احيانا لا ماذا بيا عندي تجهيزات ونقص الاهتزاز بحيث اهتزازات الارض لا تؤثر في اهتزازات الكتله اللي معلقه في السقف. إذا ماذا بيا لو رابور يكون أصغر من الواحد. هذا هو هذه الفلسفة والمفهوم. وكتاش يكون عندي هذه اون فونكسيون دو ار اون فونكسيون دو كسي، يعني اون فونكسيون دو رابور اونتر لي بولساسيون اي اون فونكسيون دو لامورتيسمون. دونك سي كابتور بوف تريتر يوتيليزي سوا اون سيسموغرافي او اكسيلورومتر. سيسموغرافي المثال تاعكم هذا وين؟ باش نقيسو شدة الزلزال، شدة الاهتزازات دو او سيزم، ونقدرو نستعملوه بور لاكسيلورومتر. إذا لاحظوا معايا، في حالة ما كان عندي إخواني الكرام، في حالة ما كان عندي أن تو دامورتيسمون أونتر 06 و 07، شوفوا معايا بلي بعد ما يكون ار أكبر من راسين دو دو، بس هنا تجي راسين دو دو، نستعمل القلم، من هنا وروح، 1.4 تقريبا، ولا هي من هنا في الحقيقة، المهم لاحظوا لي هنا بلي يساوي الواحد، دونك بور آر كبير بزاف، بور آر كبير بزاف، لو رابور يكون يساوي أن، دونك واش يدخل هو اللي يخرج، دونك إس تساوي أن. Il est possible d'utiliser le dispositif comme un capteur de déplacement, sismographe, mais pour le déplacement, faire la zone là. Donc il suffit que nous R égale kibir bzaf. Il suffit R égale kibir bzaf et un facteur, un taux d'amortissement entre 0,6 et 0,7. Il a dit un taux d'amortissement entre 0,6 et 0,7. Il y a un rapport R kibir bzaf suffisamment grand, entre 4 et 3. Donc tu peux l'utiliser comme un capteur de déplacement. Alors, déplacement, لانه S تساوي A. دونك راك A هي ال S. دونك انت كي تقيس A قست S. دونك تقدر تقيس اهتزاز الأرض أو اهتزاز لا ماشين أو أي حاجة. سيسموغراف لأنه الأغلبية يستعملوه في الزلزال، لأنه في لا ماشين يحتاجوا لأكسيلاسيون. دونك بور كسي أونتر 06 و 07 إي R سوبيريور أ 1 A تساوي برسك SM. دونك نقدروا نقيسوا لو ديبلاسمون تاعنا. شوفوا معايا هنا كيف توجور اونتر ان تو دامورتيسمون اونتر 0.5 و 0.6 اي ار سوفيزامون غران عفوا اونتر 0.7 اي ار انفيريور ا 1. شوفوا معايا وراني ار انفيريور ا 1. دون سو كا نشوفوا بلي لو كان نرسمها نرسمتها هنا بالكحل، رسمت لكم ان بولينوم ار كاري، معناه رسمت لكم تي يساوي ار كاري. دونك شوفوا المعنى تاع ار كاري واش معناه.
دونك هذا القرف واش يمثل الفاسي؟ قبلها نبهكم الحاجه، نبهكم الحاجه، نبهكم مليح، نبهكم عليها هذوك باش نربط ذهنكم. اخواني الكرام، اشتقوا لي اكسبونونسيال ار تي دو فوا، واش تعطي لي؟ نيماجينو هذا هو الاكس تاعي، هذا هو الديبلاسمون تاعي. اخواني الكرام، المشتق الثاني اكس دو بوان شيعطيني يساوي ار كاري اكسبونونسيال ار تي، هي هكذا، وهو يساوي ار كاري، ار كاري اكس. اخواني الكرام، وين حاب نروح باختصار؟ حاب نلقى ا تساوي ار كاري اس. اذا قدرت نكتب ا تساوي ار كاري اس، دونك ا ريبريزونت ان اكسيليراسيون. باختصار هي المشتق الثاني تاع اس. هذا وين راني حاب نروح، وهذا الشيء اللي راح نلقاوه، انه كي يكون عندي ار انفيريور ا ان، وعندي ان تو دامورتيسمون اونتر 0.5 و 0.7، راح نلقاو ا، راح نلقاو ا تساوي ار كاري اس. بوركوا؟ تبعوني، حنا رانا نشوفوا باللي لا لين نوار هذه تشبه لهذا الجراف بالتقريب. دونك راه عندي تي كيما كتبت لكم مقبل يساوي ار كاري، صح؟ تي شكون هو؟ تي هو ا سور اس، هذا هو تي. راه يساوي كوا؟ راه يساوي ار كاري. دونك الزعامة ا يساوي كوا؟ ا يساوي كوا؟ يساوي ار كاري فوا اس. اذا الزعامة ا دون سو كا ا ريبريزونت لاكسيليراسيون دو اس. دونك لي زوسيلاسيون تاع لا ماس ا هما لاكسيليراسيون تاع اس، باش نتفاهمو. ا سي اون امبليتود دي زوسيلاسيون تاع لا بوتيت ماس، بصح لي زامبليتود دي زوسيلاسيون تاع لا بوتيت ماس ريبريزونت لاكسيليراسيون دو لا تير. دونك هذا نسمو كابتور داكسيليراسيون. الاهتزازات اللي نستقبلوها هما تسارع الاهتزازات تاع الشيء اللي حابين نقيسوه. هذا هو لا فيلوزوفي، واللي لازم تفهموها هكذا، ما يكفيش تحفظوا، لازم تفهم، لازم تفهم هذا لا فيلوزوفي هذه. اذا سوبريمي هذه باش ما تجينينيش في دونك. اخواني الكرام، il est possible d'utiliser le dispositif comme un capteur d'accélération. Pourquoi؟ شوفوا معايا مليح هنا. هنا لي دو غراف، لي تروا غراف متطابقين، معناها هنايا صح تي تساوي ار كاري. هنا بياسير يبداو يتفرقوا، مي يبقاو مقتربين ا بي بري، مي هنا دو بريفيرونس ار يكون هنا طري فاب. لازم يكون عندك ار صغير بزاف. اذا كان عندك ار صغير بزاف تقدر تستعملو كوم ان كابتور داكسيليراسيون. واش نلاحظو؟ بور كسي يساوي 0.7 ولا اونتر 0.7 تي 0.5، اي ار تريز انفيريور ا ان، لا كورب ا سور اس اللي هو تي اي تري فوازين دو لا بارابول ار كاري، سي تادير كو ا اي سونسيبلومون بروبورسيونيل ا لاكسيليراسيون اس دو بوان. دونك تي تساوي ا سور اس ام تساوي برس ار كاري، دونك ا تساوي ار كاري اس ام، دونك ا اون رياليتي راهي تساوي اس ام دو بوان، دونك سي لاكسيليراسيون، دونك سي لاكسيليراسيون. دونك اهتزازات الكتلة الصغيرة تمثل اهتزازات الأرض، تمثل تسارع اهتزازات الأرض. نعاود نفكركم بالشكل هذاك ونسيتوه، هاوليك. اهتزازات الكتلة الصغيرة ام هو تسارع اهتزاز الأرض، دونك راني نقيس في لاكسيليراسيون. وفي المثال الاول كنت نقيس ديريكتومون في الديبلاسمون. وهكذا نخدموا لي كابتور كلاسيكمون لما كانت بلا ميكانيك. دونك كاين بلي في بلي شون مانيتيك سون كونتاكت،
بصح ماشي دايما نقدروا نستعملوها، على جال لازم يكون عندي ماتيرو في رومانيتيك، ماشي دايما الشوماليتيك نقدروا نستعملوها. كاين بزاف دي كابتور، كاين دي كابتور اوبتيك، كاين المهم كاين لي كابتور انتيليجون. المهم هذا ماهوش درسنا، انا كنت حابكم تفهموا هذا النقطه هذه، ان شاء الله تكونوا فهمتوها. بقات لنا تمرين نحلوه ان شاء الله، نخلوه في الفيديو الجاي ان شاء الله. لذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.